ده على الأغنية ألف مبروك، وكنا عايزين نعرف التعاون بينك انتي والفنان دياب ازاي، وكانت الفكرة دي من زمان في دماغكم ولا لأ؟ ميرسي، الله يبارك فيكي. بصي، انا ودياب اصدقاء، بقالنا سنة عايزين نعمل اغنية بس مش لاقيين اغنية حلوة، وبقالنا سنة بنسمع اغاني كتير قوي. فلحد ما هو سمع الاغنية دي من فترة وبعتها لي، قلت له الله يا دياب الاغنية دي حلوة قوي، وكل واحد هيسمع هيحس ان هي حصلت معايا يعني، خلاص خلينا نشتغل عليها. او اول على طول اول ما سمعتها ابتدينا شغل عليها يعني. والاسم كنتم محضرينه من الاول ولا هو جه بعد الاغنية؟ لا والله، هو انا لما اشتغلت على الاغنية وكده، بعدين قلت لهم هي الاغنيه دي اسمها ايه؟ قالوا لي اسمها هاروني بوس. فانا اتخضيت من الاسم، فقلت له لا، هاروني بوس ايه، انا هنزل اغنيه اسمها كده؟ الرقابه ممكن تعترض. قالوا لي لا، ان شاء الله الرقابه مش هتعترض، واحنا هناخد اجازه كلام وكده. قلت لهم لو عدت من الرقابه نزلها بالاسم اللي انتوا عايزينه. فلما عدت نزلناها بقى، وقلنا نعمل عليها ماركتنج للناس تفهم حاجه وموضوع حاجه تانية. ولما نزلت ردود الافعال اللي جت من البوستر ومن الاغنيه كانت يعني مع حضرتك عامله ازاي؟ بصي، الاول طبعا الناس ايه، كانوا متخيلين الستات بتجري ورا دياب بقى، وموضوع تاني خالص. بعد كده بقى لما سمعوا ظلمناك يا دياب، موضوع طلع حاجه تانية كده يعني، كانت ردود افعال لطيفه. هي ايه بقى اعمال حضرتك اللي بتحضريها قريب؟ في حاجه، مشروع اغاني او ولا مشروع درامي؟ الاغاني عندنا شغاله يعني، لسه شغالين على الاغاني، وفي مشروع ان شاء الله تاني مع دياب. دلوقتي بنصور في فيلم محمد امام والاستاذ شريف عرفه، اللعبه مع العيال، هو ده فيلم شغالين عليه دلوقتي. وفي فيلم تاني كوميدي بنحضر له اخراج المخرج شادي الرامي. مين الفنانين اللي انت عاوزه تشتركي معاهم في مشروع اغاني؟ اكتر حد مفكري في الفتره دي؟ والله بصي، اصلا بتحكمني الاغنيه يعني، انا ما ببقاش مكرره انا عايزه اتعامل مع الفنان ده. انا بسمع الاغنيه وبلاقي مثلا ان الاغنيه مثلا لايقه على وائل جسار فبعتها لوائل، لايقه على جنات فبعتها لجنات، فهي الاغنيه اللي بتحكمني. طب انت شايفه الفنان ده بالطبع الدراما الكوميدي اللي بيغلب عليه اكتر؟ هو فعلا كوميدي جدا، مع انه محصور في الشر بس هو كوميدي جدا. يعني لو عمل فيلم كوميدي طبعا قوي. يعني هيبقى بالعكس. انا قلت له يعني ايه، انا حابه ان احنا نتعاون مع بعض في حاجة تبقى انت طالع فيها دور كوميدي، لان الناس ما تعرفش شخصية دياب الكوميدية، هم بيشوفوه شرير بس. فاحنا عايزين نغير الانطباع ده. اكيد. ايه رأي حضرتك في المهرجانات؟ بتدعم المهرجانات؟ طبعا بدعم المهرجانات، بدعم كمان مهرجان القاهرة يعني، مهرجان بلدنا. المهرجانات الغنائية. مهرجانات، انا افتكرت مهرجانات السينما. والله بصي، هو لون يعني، لون نجاح مع الناس يعني. انت ممكن في يوم من الايام تعملي حاجه شكل كده؟ بصي، انا مش بتستهويني قوي، حتى انا مش بسمعها قوي، بس الله اعلم، مش عارفه يعني، يمكن الاقي حاجه تعجبني. بس انا اصلا مش بحب اسمع مهرجانات قوي يعني، مش ذوقي في الغنى. ايه اكتر ذوق في الغنى بتفضلي يعني؟ القديم. طبعا اكيد بنسمع الاغاني القديمه، بس انا بحب الاغاني اللي هي العاديه اللي زي اللي انا بعملها دي يعني، اغاني طبيعيه اللي هي راب ولا هي مهرجانات ولا هي، فاهمه يعني، هي اغاني طبيعيه اللي احنا كنا متربيين عليها وبنسمعها يعني. بتشوفي كلمات المهرجانات كلمات مسيئه للمجتمع، او مثلا بتطلع اجيال مش كويسه؟ بصي، هو فيه وفيه يعني، كل حاجه فيها وفيها لا يعني، فاهمه؟ ففيه وفيه طبعا، في كلمات ما بتبقاش لطيفه جدا. بصي، المشكله ان صناعه الاغنيه بقت سهله، فاي حد بيعمل اغنيه وينزلها على اليوتيوب ويعمل لها مهرجان، الموضوع بقى سهل. فانت ما كانش محكوم قوي، دلوقتي اعتقد بقى محكوم اكتر. بمناسبه بقى المهرجانات السينما، مهرجان السينما بقى. عمرك حضرت مهرجان السينما ولا؟ طبعا كل سنه طبعا بحضر. ايه رايك في السنه اللي فاتت، ومثلا بتتوقعي يكون عامل ازاي السنه دي؟ بصي، هو السنه دي ان شاء الله هم عاملين حاجات مختلفه، حتى في تكريم للفنان احمد عز، فعاملين شغل عالي. بصي، انت في الاول في الاخر ده مهرجان الدوله، لازم ندعمه، مهرجان تابع لوزاره الثقافه، فمحدش يقارنه بمهرجان خاص يعني. ما تروحيش تقارني مهرجان الجونه، لان ده مهرجان خاص، ده مهرجان الدوله يعني، انت عندك ميزانيه محدوده وليمت، فهم على قد اللي معاهم بيعملوا، هم لو معاهم اكتر من كده هيعملوا. بس احنا كدورنا كمنتجين بندعم بقى يعني، ندخل سبونسر معاهم، ندي جوائز، مش عارف ايه كده يعني، ندعم مشاريع للشباب، حاجات كده بنعملها في المهرجان عشان نسى ان المهرجان ده المهرجان الدولي بتاع بلدنا. شكرا لحضرتك، شكرا جدا. الله يبارك فيك.